أجواء وفرحة هستيرية وأجواء منقطعة النظير. كنقولوا ميرسي وليد الركراكي، ميرسي للمنتخب المغربي، فرحتينا، خليكم معنا غنشوفوا الفرحة ديال المغاربة. الحمد لله هذا الفوز ديال المنتخب اليوم كان متوقع، حنا الثقة ديالنا كلها في الله سبحانه وتعالى وفي المنتخب، والحمد لله. واخا كانوا صراحة كانوا قلقونا في الأول، ما حسبوناش البيت الأول الشوط الأول، ولكن الحمد لله حنا الأسود ديالنا قدها وقدوا كيف ما تيقولوا، وجبنا الأول وجبنا الثاني والحمد لله. ومبروك للمنتخب، تنشكرهم بزاف وتنقول لهم زيدوا لعبوا إن شاء الله، والمنتخب ديالكم مع كندا اللي أكيد إن شاء الله غادي تربحوهم، وحنا موراكم إن شاء الله تزدوا كأس العالم. شكرا. كيف جاك الماتش اليوم؟ هذا الماتش هذا ماتش واعر، الركراكي ملي دار التغيير قلب الماتش ولا جاو جوج ميتشات، صابوري ضرب واحد كوفرا ما عمرو شي واحد يضربها ان شاء الله نهار الخميس ضد كندا، وغندوزو تمونين ان شاء الله نهار الخميس ان شاء الله لاعبين مع كندا غنتعادلو وغندوزو تمونين ان شاء الله، ومع الارجنتين اللي جا بسم الله وجينا المغرب. طبيعة الحال كنا محتاجين، واليوم نهار يوم عيد وكنا تنتسناو هذا العيد هذا، والشعب المغربي كامل فرحان من الملك محمد السادي الله ينصرو والشعب ديالو داخل البلاد وخارجها، حنا فرحانين وكنا محتاجين هذه الفرحه هذه. هانتوما تشوفوا هذا الشعب بلا حتى شي حاجه فرحانين فرحانين واحد الفرحه اللي ما تتصورش، وكنا ان شاء الله تايقين في هذا الفريق وتايقين في المدرب اللي كنا حنايا نعم نعم اول مدرب مغربي، وتحس بان كل شيء مغاربه، وتنحس باننا في دارنا وربي معانا وربي ما خيبش، وثلاثه النقاط جات وربي معانا، والله اختي ما شفنا النعاس ما شفناش النعاس، ونعارت المغاربه كاملين اللي تعشقوا هذه الكره المستديره كلهم ما نعسوش متاكد، والحمد لله ثلاثه النقاط. جيت انا والزوجه ديالي ووليداتي، وانا عارف ان هذا الشعب المغربي كامل ولادنا، والحمد لله على نعم السادة. بالطبيعة الحال كما كتشوف كل ما كتشوف حنا عشان قلت تايقين في هذه الوليدات، كل ما كتشوف هذه الثقة هذه كاع ما تلقى كاع الناس يتفرجوا في الكرة، والحمد لله. نعم نعم، وبلجيكا بلجيكا ماشي من فريق السهل، والحمد لله حنا لعبنا على لي بوان فيبل ديال الفريق أو المنتخب البلجيكي، خصوصا من دخل اللاعب أوكاكو اللي كان هو كنا خايفين منه بواحد الدرجه اللي ما تصورش، من دخلوا في هذيك 10 دقائق اش نقول لك قلبنا كان غيسكت، والحمد لله جاوا اللاعبين اللي ما كنا منتظرين منهم، من عبد الله والصابيري اللي دخلوا وعطاو النتيجه وعطاو شكرا شكرا الله لا يخطيك. الحمد لله نستحقوا، لانه عندنا فريق شاب، عندنا احسن لاعبين في العالم، خسرنا بزاف ديال الفلوس، عندنا مدرب مغربي، عناصر شابه، علاش ما نفرحوش؟ عندنا الحمد لله الكل قدامنا ما غنخافوش منه، عندنا فريق. شكرا للوالد الركراكي، شكرا للمجموعه، شكرا للجامعه على هذا المجهود الجبار اللي 4 سنين و7 سنين حنا كنعانيو، والنقص ديال الفريق كنجيبوا مدربين اجنبيين ما كيحنوش حتى وطني ديالنا، اليوم مدرب وطني جاب مغاربه جاب لاعبين اللي طلبهم الجمهور، اليوم غنقول الكلمه ديالنا وغادي يشكلوا صعوبه على الفرق. كنتمنى الوالد الركراكي اللي شونج ما يكثرش بزاف، يخلي المجموعه باش تولف الربح وباش تساند البوستات ديالهم، واللاعبين كلهم اللي كانوا في الشونج كلهم المحل ديالهم، وتحيه لكم، شكرا للجمهور المغربي على الفرحه، وتمنينا الفرحه تكثر، تحيه لكم شكرا. انا فرحانه بزاف 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 بزاف، وكنتمنى ان شاء الله يحفظهم الوقت عامل لعبين كندا ماشي اللي كاين. قدم مباراة في المستوى في على مستوى التطلعات، الشعوب العربية كلها فرحة، والشرق الأوسط كله فرح بهذا الإنجاز الكبير الذي قدمه المنتخب المغربي والأداء الكبير أمام منتخب كبير، لكن المنتخب المغربي كان عنده وعده والركراكي كان عنده وعده، وبالتالي فوز مستحق نتيجة وأداء واكتساحا داخل أرضية الميدان. نرجو من العلي القدير أن يفوز المنتخب المغربي أمام كندا، ونمر نحن في الرتبة الأولى على رأس هذه المجموعة، ولما لا نمر إلى الأدوار الأخرى. المنتخب المغربي يستطيع، هذا لا يحدث كل يوم. فريمون مفاجأة قيمة دارنا المغرب، ربحنا 2-0 سي غراس الركراكي، وإنوي إن وزا دوني لوكازيون باش جمعت هاد الناس وجمعت هاد الجمهور، فريمون سي إناتوندو، سي أون فيكتوار إناتوندو. وفرحة كنشكروا المنتخب المغرب حيت قاوم معنا بزاف، وفيف لو ماروك فيف لو ماروك ديما موروكو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.